بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في لقاء الموهبه والابداع عبر برنامج موهبه، والذي يعرض لكم على قناه عالي. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه سيكون معنا فنان تشكيلي، هو ثامر رباط من جامعه ام القرى، مشارك معنا في هذا اللقاء، وهو شارك الان في مؤتمر العلمي الرابع المقام في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. سنتعرف على هذا الفن الرائع وعلى هذه الرسمات التشكيليه من ثامر، ثم نتابع ما الجديد في هذا اللقاء. ابقوا معنا. الفنان التشكيلي ثامر رباط، حياك الله. اهلا فيك. الله انا في الحقيقه اول شيء يعني تستاهل هذا اللقب، بمعنى يعني فنان تشكيلي رائع بما تقدمه من لوحه رائعه. انت ما شاء الله تبارك الله مشارك في هذا المؤتمر العلمي الرابع في قسم الفن التشكيلي، عبرني عن مشاركتك، فكره مشاركتك. طبعا هي مشاركة بلوحة معاصرة، وهي عبارة عن تجليد طائر. أنا ما قصدت الموضوع. طيب معلش، قبل هي فن تشكيلي، هذا يعتبر فن تشكيلي أو تجريد؟ أي مدرسة تجريدية. إيش فكرته هذا حتى يعرف المشاهد إيش هو المدرسة التجريدية؟ مدرسة تجريدية أجرد أي شكل، أخذ شكل طائر أو شكل مثلا إنسان أو أي حاجة وأبدأ أجرده، احط ملامح منه حتى بنسبه انه يبان هذا طائر او هذا انسان او هذا الشيء الفلاني اللي انا بقى. ويبقى الباقي يعني كلغز كذا. اي ماخذ منه اشياء هندسيه يعني. هندسيه تكعيبيه، بعض من الزخارف والخطوط والتكوين. اها حلو. طيب عبر لي ايش الفكره الموجوده هنا يعني؟ والله هي الفكره بدات بنقطه. حلو. اي نقطه لون، بعدين بديت امشي، بديت اسوي اشكال هندسيه، بديت اوزنها بالخطوط والاشياء هذه. يا سلام. حبه حبه لين اكتمل عندي الشكل. انت قبلها كنت راسم انه في شكل طائر ولا ما كنت؟ كنت راسم اي حاجه أبداً. بديت بالنقطه هذه، بعدين بديت بالخطوط، من الخطوط بديت ادرج الالوان والاشياء هذه. حلو. طبعا رسمت الرسمه، بعدين اكملت الخلفيه. الفرشه ما استخدمتها الا في الخلفيه بس، ومجرد الرتوشه البسيطه هذه. انت هذه الفكره والمشاركه قصدتها للمؤتمر ولا هي رسمه من اول؟ لا هي والله هي كانت شو اسمه عندنا مقرر في الماده اسمه التعبير بالالوان، فرسمت كذا لوحة. ومن ضمنها هذه؟ من ضمنها هذه، كانت لوحات بالنسبة لي جديدة، لأني أنا كنت أرسم رسومات خطية طبعاً. أيوه. فبعد كذا أضفتها للمؤتمر كمشاركة؟ أي أضفتها للمؤتمر، شاركت يمكن ثلاثة أو أربع لوحات. هي كانت منها بالتصوير بالمرسمة طبعاً، وكان موجودة هي؟ الآن ما هي موجودة حاليا. هي رشحت كم لوحة؟ اللي رشحت لوحتين. لوحتين. ايوه والان تأهلت هذه اللوحه، وباذن الله النتيجه بكره بتكون. يا رب ان شاء الله، حليفك ان شاء الله النتائج باذن الله. طيب انا شايف هنا طائر، وكما ذكرت ان جردت هذا الطائر، ايش الموجود اللي هنا اللي حوالين الطائر هذا؟ هذه الاشياء اضفتها حتى توزن اللوحه، توزن تكوين اللوحه. يا سلام. حتى تكتمل ممكن جمالها. لو هذا طبعا هذا مو موجود ما راح تشوف اللوحه مكتمله. حلو. فاضفت الاشياء هذه حتى توزن اللوحه، فصارت وزنيتها افضل. يا سلام. حلو. طيب انا ما شاء الله شايف يعني فن رائع وقضيه رسم، لكن ابرجع ايضا لقضيه الرسم، كيف رسمت هذه اللوحه؟ ايش الادوات اللي استخدمتها؟ الادوات طبعا الالوان الوان اكريليك، وكانت فيها مجموعه من الاحبار، احبار الوان اكريليك، وكانت في ماده بلاستيكيه سكينه بلاستيكيه هي اللي اشتغلت بها، وبدأت اسوي بالرتوش هذه البسيطه. يعني اداه حاده واحده سكينه ممكن نقول؟ ما هي حاده، هي بلاستيكيه زي الجلده كذا مقطوعه، فتحط اللون وتبدا تسحب اللون سحب، وتبدا تشكل الشكل اللي تبغاه. طبعا اكيد يعني ما اخطات فيها ولا مشيت معاك كلها صح؟ لا هو كان شو اسمه ما اخطات فيها الحمد لله، لانه كان طيب مو زي هذا الفن يعني، احيانا انت تبدا تصور شيء تبدا ممكن تحس في شيء اخطات فيه ناقص، ممكن احذفه، ممكن اجيب اللون الابيض واحذفه خلاص يعني، ممكن شو اسمه ادرجه. ممكن يخدمني في التدريج، ممكن يصنع لك فكره ثانيه. زين حطيت الالوان البرونزيه والالوان الذهبيه، وبدات اذهب واظبط فيها، حطيت احبار حتى تديها تدرج لوني، حتى ما يكون كله لون واحد، تكون لوحه كئيبه. طبعا احنا المعلومين للمشاهدين، طبعا ثامر هو ابن الفنان التشكيلي الدولي محمد رباط ما شاء الله، من والدك اكتسبت هذه الموهبه. الحمد لله، الله لك الحمد. ما شاء الله موهبه رائعه فعلا، لوحه جميله يعني، اكثر الموجودين هنا يقول حتى لو تباع اللوحه احنا لاشترينا هذه اللوحه، لكن ان شاء الله حليفك الفوز باذن الله في هذا. باذن الله. طيب ارجع ايضا على قضيه الفن وقضيه هذه الموهبه، انت اكتسبتها من الوالد ولا هي من زمان معك تولدت هذه الموهبه؟ والله الحمد لله هي على الفطره طبعا. على الفطره. والوالد جزاه الله خير ما قصر.
قصة معايا. طب أنت كفنان تشكيلي إيش تجد إنه يعبر عنك الفن هذا التشكيلي؟ يوصل رسالة؟ والله هو الفن جزء من رسالتي كمسلم، جزء من رسالتي كمسلم، وجزء من رسالتي الثقافة بلدي. أحاول أوصل، لو تلاحظ إنه في خطوط تراثية قديمة ممكن. يا سلام. أحاول أعبر عن تراثي، عن ديني، ما أحاول. يعني مقتنع إنه هذا الفن يوصل رسالة أيضا للمجتمع. ضروري إنه يسوي رسالة. فهذه كلها أيضا تعبر يعني عن ثقافة أو تراث موجود لبلدك. حلو. أنا شايف هنا أيضا في اللوحة، أنا أتحدث معك عن اللوحة قبل أتحدث عن موهبتك، هنا في توقيع، توقيع رسمي لك طبعا. إيه هذا الحمد لله توقيع رسمي. خطك أنت خطك. إيه هذا توقيع ثامر رباط. هذه عبارة عن إيش نفس الموجود؟ هذه قماش كانفس. طبعا قبل أسوي اللوحة أصنفرها، بعدين أحط له تأسيس، أسس اللوحة. وبعدين أبدأ بتكوين الشكل، أخليه ممكن لما نشف شوية عشان بعض الألوان تكون طرية، أجيب ممكن أجيب أقلام، أبدأ أسوي خطوطي، نقاط، ممكن أجيب الأحبار وأبدأ أدرج الألوان، بعدين ممكن أجيب اللون الأبيض أستفيد منه، ممكن أسوي خلفية بعدين. هذه مثل الفن تيجي، ما ممكن قبل ذلك إنه يرسم بالمرسام؟ والله في العادة ما ترسم بالمرسمة، ترسم على طول. ما هي كزي قضية الرسم. إذا كان رسم الواقع ممكن ترسم بالمرسمة حتى توضح شغلك. لكن كتجريد يعني أتكلم. ممكن إذا أنت بتسوي شكل يعني، وهذا ممكن تسوي بالمرسمة وبعدين تبدأ تجرد. حلو جميل. طيب لك إضافات على هذه الصورة كفكرة توصلها للمشاهد؟ والله طبعًا هو بس كرسمة تجريدية فقط لا غير، وقصت منها الطائر طبعًا، ما قصت، سويت الطائر هذا حتى يخدمني في التكنيك، حتى يخدمني في تجربة التكنيك، ما كان. بس المشاهد كل ما يشوفه يقول هذا طائر. والدك كفنان يعني ما شاء الله تشكيلي دولي، ايش كان ردة فعله لوحة ولده ما شاء الله هذه المبدع اللوحة؟ انبسط، انبسط اكيد. في حداك كذا اشياء سلبيات موجودة هنا؟ اكيد اكيد اكيد. شو اسمه قال لي جميلة بس حاول تزبط عليها اشياء، فزبطت عليها. مشيت معك. اي قال لي حلوة زبط عليها. ما أيه. عندك معرض في بيتك وكذا؟ في مرسم الوالد. مرسم الوالد. مرسم هو تستخدمه دائما في الأعراض. إيه طبعًا هو يجو يتوافد فيه التلاميذ، ما التلاميذ في كثير تلمذوا في الساعة الفنية على يد الوالد. وأنت منح التلاميذ الوالد واحد تلميذ. أكيد أكيد. تلميذ يعني المشارك يعني في لوحة هذا المؤتمر، ممكن الوالد أكثر من يفرح بك في. أكيد. ولا الحمد كمان المؤتمر اللي قبله شاركت برضو. ما شاء الله المؤتمر الماضي شاركت. إيه بكركتيرين. كركتير وفي مسابقة بزر برضو الرسم بالعلاقات الخطية أمريكية بعدين. بعد والحمد لله فازت على مستوى جامعة أم القرى بثلاث جوائز. حلو يا سلام. طيب أنا أيضا بتحدث معك عن الموهبة وبدايتها، وأنت الآن أضفت لك أنك كمان رسام كاركتير وليس فقط فن تجريدي، تحدثنا عن هذه كلها بإذن الله بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء عبر برنامج موهبة، وضيفنا في هذا اللقاء هو ثامر رباط الفنانة التشكيلية. حياك الله ثامر. حياك. حقيقة احنا استمتعنا بالحديث عن اللوحة وكنا قبل قليل في المعرض، لكن أيضا نتجول في أنحاء هذا المؤتمر وهذا المعرض الواسع، ما شاء الله تبارك الله شايف زوار كثير. حديثنا يستمر على قضية موهبتك وكيف كانت الموهبة، بداية الموهبة. حدثني عن أول مرة حسيت لنفس ثامر أنه يمتلك فن للرسم يعني. طبعاً الحمد لله زي ما قلت لك أنه الوالد فنان تشكيلي كبير، يلا لك الحمد. حلو. ما يحتاج. كان يدربني وأنا صغير، يلا لك الحمد، وشارك كثير مسابقات الأطفال وكنت أفوز يلا لك الحمد أغلبها الأول. ما شاء الله. شاركت في رحلات خارجية. هذه المرحلة كم؟ هذه في المرحلة الابتدائية. أيوة. لين وصلت أولى ثانوي بدأت بالرسم، يعني الأوراق اللي هي العلاقة الخطية والأشياء هذه والزخارف، بدأت الزخرف وزي كذا. حلو. إيه. لين وصلت الصف الثالث متوسط في عام 1428 شاركت مسابقة اللي هو المرسم الحر. يلا لك الحمد فزت على اول على مستوى جنوب جده، بعد كذا تاهلت فزت على مستوى جده. ما شاء الله. طيب انا بتكلم معك قضيه اول شيء اللي هي الموهبه في البدايه، رسم ايش كان؟ عباره عن رسم ايش؟ والله كان رسم بالابيض والاسود. الاسود الابيض. ابيض الاسود. ايوه. حلو. ايه. كنت ترسم شخصيات وترسم عاده يعني؟ كنت ارسم دائما الاشياء التراثيه، دائما اللي هي السفن، القوارب، من القوارب والبيوت الطينيه القديمه كنت ارسمها بالطريقه هذه. معليش باحيان تصير هذه دائما في المدارس الثانويه والجامعات، رسم الطلاب، كنت ترسم الطلاب ولا ما؟ كنت ارسم كثير يعني، جيب كثير. الطالب ممكن. اي كانت اول حاجه كراستي كان ما فيها ولا رسمه، لكن كان الفصل كله انا ارسم لهم. يعني رسم طلاب الفصل كان ارسم طلاب الفصل في النهايه ما ارسم نفسي. ما شاء الله. طيب انت قلت لي اول مسابقه شاركت فيها عباره عن مسابقه ايش؟ شاركت مسابقات كثيره قبل اللي هو رسم على ارصفه حق الاطفال طبعا، وكان مسابقات الجمجوم الرمضانيه ومسابقات كثيره للاطفال. شاركت المرسم الحر المره الاولى، وبعدها شاركت مره والحمد لله اخذت المركز الاول الاول على مستوى جده. ما شاء الله. وافتتح لي معرض، افتتح الاستاذ عبد الله النواوي. ما شاء الله. معرض خاص فيه. اي معرض كان. اي افتتح. كان وين المعرض الموجود؟ المعرض كان والله الوالد اختار انه تكون في المدرسه تكون افضل، فكانت في مدرستي. ايوه. أيه. هذا في سن الابتدائيه؟ هذا لا في المتوسطه. في المتوسطه. أيه. المعرض افتتح في المتوسطه. كانت هذيك السنه سنه انجازات برضو. ما شاء الله. يعني كانت ما شاء الله الاشياء. ايوه راحت كمان في لوحه راحت لبلجيكا. ما شاء الله. شاركت كمسابقه ولا كمعرض دخلت؟ هي كانت لوحه عن طريق التربيه والتعليم. حلو. اي كمعرض يعني شاركت، عرضت في معرض ولا كمسابقه؟ هو تقريبا هي كعرض في معرض. اي طيب ايضا في المرحله الثانويه ايش تطور معك الوضع؟ والله في المرحله الثانويه دائما مرحله احس انه بالذات الموهوب في الرسم، كانت عاده نخرج رحلات خارجيه مع المدرسه في ديكورات مديكورات. حلو. خرجنا رحنا اكثر مدينه زي النماص والخارج من الخارج والمدينه وزي كذا وشاركنا. حلو. وكنا الحمد لله ناخذ الاول. ما شاء الله. امثله في جده. حلو. فعاده الثانويه بالنسبه للفنان اذا ما في احد يدعمه يوقف. ايوه لانه ما في تربيه فنيه ولا في دعم، ما كان في يجينا اي دعم مره. كان في استاذ مرسال جزاه الله خير هو اللي كان داعم، مرسال المحمادي. هذا من افضل الدكتور الان، الدكتور مرسال المحمادي. هذه في مدرسه الصديق. انا طلع الصديق. وفي المتوسطه برضو اشكر الاستاذ انور الظاهري. انور الظاهري من الناس اللي دعمني جزاه الله خير ونمى برضو موهبتي جزاه الله خير. طبعا لك معارض كان في الثانويه ولا فقط كان؟ لا بس كان في المتوسطه هذيك. بعد كذا الثانويه صار ديكورات مديكورات مع الديكورات خارجيه، كنا نخرج خارج جده مثل وفد جده وزي كذا. ما شاء الله. حلو. طيب بعد الثانوية ومشاركات الثانوية ايش المسابقة اللي شاركت فيها بعد ما تخرجت؟ المسابقة اللي شاركت فيها بعد ما تخرجت طبعا هي كانت نقلت الجامعة، سجلت في أم القرى وما انقبلت في قسم التربية الفنية، فقدمت في جامعة ثانية. ايوه. درست سنة تحضيرية رجعت نقلت أم القرى على اساس انك ترجع للفنية. ايوه هو السنة هذه كلها ضاعت، سنة ما استفدت منها اي حاجة، كله على اساس التربية. والان لازم الانسان يرجع لتخصصه للشيء اللي هو يحبه يبدا فيه. يلا لك الحمد لله. حلو. بالضبط. والان انت في السنه الكم الان؟ في الجامعه. لازلت في الجامعه طبعا. اي الان في الجامعه لسه، هذه السنه الثالثه. في ثالث سنه الان. ما شاء الله تبارك. يلا باقي لك سنه على التخرج نقول الله يعافيك. يعني فعلا انت الان صارت اربع سنوات دراسيه، ضيعت سنه في مقابل ان تدخل تخصصك يعني. والحمد لله من اول سنه هنا يعني حققت اشياء حلوه، فزت ثلاث مسابقات في المؤتمر هنا. يا سلام. ايوه هذه السنه الثانيه والحمد لله. طيب ابو الوالد في مسيرتك هذه الطويله والمعرض، وهو ايضا من اشار لك انه يوضع لك المعرض في المتوسطه، ايش كان طبيعه يعني توجيهه لك وتعليمه لك؟ طبعا اكيد دائما هو يوجهني ارسم ارسم ارسم، انت انسان كسول دائما يقول لك ارسم ارسم، فاهم؟ شو يعني هنا الاهتمام اقوى من الوالد. أيوة. اللي اسم منك. ايوه اكيد.
اكيد. فبدأنا حبه حبه وبدأت ارسم وكل ما تبدا تمارس مارس كل ما رسمك يبدا وفنك يبدا يقوى. بعد كذا الحمد لله الى الشيء اللي انت شايفه الان. طيب انا تحدثت معك ما شاء الله، انت ما شاء الله يعني مسيره حلوه، يعني انت من الابتدائيه مشيت على الرسم وعلى كثير معارض ومسابقات ما قطعت المشوار، يعني الى ان وصلت الى ما شاء الله مرحله رائعه انت بالنسبه للمتوسطه في كان في ترى المشاركات اللي هو اولى وثانيه والثانويه. طبعا 3 سنوات انا قطعت على المشاركات الا بعض الاشياء البسيطه. قطعت المشاركات لانه الثانويه قلت لك ما في تربيه فنيه ولا في من الوزاره مسابقات. طبعا كرسم اي كرسم هذا انا كشيء احبه فضروري تلاقيني ارسم في اي ورقه في اي دفتر في اي كتاب في اي حاجه تلاقيني شغال على طول. طيب ايش من الرسمه اللي هي غيرت فيك، يعني نقول رسمه لحركات حسيت انه فعلا انت رسام كبير يعني بداخلك؟ يعني لحد الان انا عادني لسه ما وصلت رسام كبير. ما شاء الله اللوحه رائعه جدا، يعني انت كشخصيه يعني ما في لوحه كذا اثرت فيك انك مستقبل يعني تستطيع ان تكون. هذه اللوحات هي هذه اللوحات اللي طيب هذه طورت ترى سوت لي نقله نوعيه ترى ما شاء الله من شيء لشيء. طيب انا هنا في نقطه ما سالتك، اللوحه كم اخذت منك اللوحه وانت ترسمها؟ اللوحه تقريبا اخذت من ساعه ونص الى ساعتين. ما شاء الله هذه اللوحه فقط؟ اي هذه اللوحه يعني رائعه. يعني في بعض اللوحات يعني في ساعه ونص. اي وفي بعض اللوحات تيجي ترسم منها جزئيه وتتركها، ممكن تاخذ جزئيه ممكن الى نص ساعه ساعه كذا تتركها، تيجي اليوم الثاني تشوفها لسه ناقصه وتشتغل فيها بالطريقه هذه. طيب هل هناك يعني نادي يعني الان يهتم بهذه الفنون وهذه الاشياء التشكيليه؟ نادي فين يعني عموما احنا موجود عندنا هنا في المملكه او في جده، هل في هناك نادي يحتضن مثل هذه الاعمال؟ في 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 انت وجدت طبعا والدك ما شاء الله. اي في موجوده مجموعه من الصالات الصالات الفنيه وفي مجموعه من الجمعيات. حلو. لكن بالنسبه لطلاب الجامعه ما احس انه الجامعه ما وفرت له اي حاجه حتى ينمي موهبته والله انه يمارس. فقط انها كمواد تدرس او من أيه. بعدين اكتشفت انه في بعض الشباب يعني من الطب ومن الهندسه ومن الانجليزي ما يقدر يمارس موهبته لانه ما عنده ورشه، ما عندنا شيء مكان. هو المفروض انه يوفرون لنا ورشه، مثلا كل جامعه توفر ورشه لطلابها يقدر يمارس فيها يقدر يمارس فيها انواع الفنون. حتى كنت ورشه ما يوفر هنا موفره للطلبه التربيه الفنيه ومو كل شيء كمان. ايوه المفروض يعني يوفروا الخامات يوفروا الاشياء هذه، لان في كثير من الطلاب مبدعين في الطب وما يقدر يمارس موهبته ولا صح. ولا له علاقه باي شيء. فلو يسوي دورات شو اسمه دورات شهريه مثلا او ورشه تقدر تخدمهم يعني. طيب انا ايضا في المسابقات، طبعا احنا الان في مؤتمر العلم الرابع، المؤتمر العلمي الثالث شاركت فيه. اي ايش كان طبيعه المشاركه؟ ما هو فن تجريدي صح؟ لا لا كان شاركت بلوحه تصميم زخرفي. اي و شو اسمه كانت لوحتين كاركتير. ايش اللي ترشحت منها؟ كلها 3. ترشحت الثلاثة؟ أيه. ما شاء الله حلو. أيه. وايش حصلت من المراكز؟ والله اخذت تقريبا في الرسم لاني انا ما كنت مجهز لها، رسمت قبل المؤتمر بيوم كلها 3 هذه. ما كنت مجهز لها، فالحمد لله فازت يمكن كلها 3 أو 4 حاجة زي كذا. ما شاء الله تبارك أيه. الله، لا ما دام فزت بهذه اللوحات وانت اقول لك قبلها بوقت ما يعني قصير او يوم يومين، ان شاء الله احنا في هذا المؤتمر ان شاء الله نقول الاول يا رب. باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا ايضا حتحدث معك عن بعض الصعوبات التي واجهتك، عن تحدياتك وطموحاتك في المستقبل، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود اليكم، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه من موهبه. ضيفنا هو ثامر رباط الفنان التشكيلي. حياك الله ثامر. الله يحييك. احنا ما شاء الله جونا قبل قليل في هذا المعرض، والان لعلنا في هذه الفقره يعني انا كنت احدث معك عن قضيه مسيرتك في
في الرسم التشكيلي والفن هذا الرائع. في هذه المسيرة التي استمرت من يوم أنت صغير إلى الآن، ما واجهتك بعض الصعوبات والتحديات التي يعني حدت من أعمالك الفنية؟ بعض الأوقات أنا أوقف أرسم، بس طبعا ما أوقف عن الرسم، لأني على طول أرسم، أي ورقة أرسم عليها، أي حاجة أرسم عليها. لأنك شفت كصعوبات موجودة يعني؟ لا الحمد لله ما واجهت. ما واجهت أي صعوبات؟ لا الحمد لله، يلا لك الحمد. يعني الحمد لله ما شاء الله لقيت الدعم ولقيت هذا. كيف كان الدعم المادي والمعنوي أيضا؟ ممن كان الدعم المادي والمعنوي لك؟ طبعا الدعم كله ممكن بيكون من الوالد، ومن زي ما قلت لك الدكتور مرسال محمادي، الدكتور أيمن، في جدي يوسف الله يرحمه برضه. ما شاء الله تبارك الله، الله يرحمه. هذول يدعموك معنويا. من الناس اللي دعموني، والوالد جزاه الله خير ما قصرت. طبعا الفن يحتاجه كرسم كأدوات كهذا، كان الوالد موفرها لك يعني؟ كان نوعا ما موفر. كل الوالد موفر لك ما شاء الله. بعض الوقت بس الشغل كان مع دراسة، أيام زمان كانت تشتغل مع الدراسة فما ترسم ولا شيء، ممكن ترسم يعني كراريس أشياء بسيطة. أشياء بسيطة موجودة. لكن أنت يعني عايش بين فنانين ممكن يكونوا مبتدئين في حياتهم الفنية. ما تشوف في بعض المشاكل يواجهونها، صعوبات تحديات؟ يعني مثلا بعض توفر الأدوات لا يستطيعون توفيرها. إيه في كثير من الشباب. في موجود. في كثير من الشباب. طب هل ما في جهات يعني تدعم هذه الأشياء؟ والله ممكن جمعية الثقافة والفنون، وفي جمعية. إيش اللي تقدمه جمعية الثقافة والفنون للفنان؟ ممكن توفر الكانفس، من الكانفس والألوان للفنانين، أشياء زي كذا. مجانا طبعا. تقريبا هي بتكون مجانا. طبعا بس الجامعة توفر بعض الأوقات لطلاب التربية الفنية، زي ما قلت لك المفروض انه توفر ايش؟ المفروض يكون لطلاب التربية الفنية بعض الاشياء، مو كل الخامات تكون متواجدة عندهم. اي والمفروض انها توفر الجامعة لكل طلاب الجامعة زي نادي او جمعية، هذا من المفترض، عشان في كثير من الطلاب اكتشفت انهم فنانين ما شاء الله عيدهم حلو، بس في كثير خلاص موهبتهم اندثرت خلاص، ما خلاص يعني مع الزمن ما في احد يساعدهم. ايوه وفي كثير برضه من الشباب برضه خلاص ما صار يرسم ولا حاجه، قال خلاص ليش ارسم، ايش اسوي، ايش استفيد من رسمي، رغم انه يمتلك الموهبه. يمتلك الموهبه، يمتلك قوه في الاداء، يمتلك كل شيء. والسبب ما توفرت الخامات، ولا لقي من يدعم ولا لقي من يوجهه. طب ما قدر انه ينضم لجامعه جمعيه الفنون والثقافه هذه؟ والله هذه مو كلهم يقدر ينضم، مو كل العالم. ليش المشكله انه كل واحد يستطيع ان يذهب لها؟ انا هذه الاشياء ما قد حضرتها ولا قد رحتها اساسا. اها انت استغنيت انه موجود معك الوالد. أيوة ما قصر. الحمد لله التجارب. لكن ممكن تكون انت حاله نادره يعني في مقابل فنانين كثيرين مشاركين يعني. طيب الجامعه بدورها الا يستطاع يعني كليه او قسم كامل للتربيه الفنيه ما في له اي معرض او قسم يكون فيه ورشه عمل؟ ورشه عمل لا، ما في غير اوقات المحاضرات فقط يعني. بالنسبه الان سووا محاضره لها هي التدريس قبل امس، وراح يكون في معرض في الاسبوع القادم يمكن للطلاب، فاهم؟ بس هذا اول معرض سووه، بس مجرد ورشه كذا خارج اوقات الدوام لاوقات المحاضرات ما في. المحاضرات فقط نظريه ولا هناك في اشياء عمليه؟ في اشياء عمليه في اشياء نظريه. كيف تكون عمليه؟ في موجود رسم يعرضون لكم كذا؟ العمليه ممكن يعني يعلمك هذا الفن ايش هو، تاريخه، تاريخ الفن الحديث، تاريخ الفن الماضي، تاريخ الفن الاسلامي، ايش هي الفنون، ايش هي انواعها. اي هذه افادت كثيرا في فنك حتى تجسد تلك المعاني في ما ترسم؟ اكيد تعرف ايش هي المدرسه التجريديه، ايش هي المدرسه التكعيبيه، من هم المؤسسينها، المدرسه الانطباعيه. رائع. يعني هي قضيه يعني جمع بين التعليم النظري والعملي يعني. ايوه. طيب انا ما شاء الله شايف اللوحات موجوده هنا، بعضها على الاسود الابيض وبعضها ملونه، ما ادري تحدثنا عن فكره اللوحات هذه. هذه لوحات طبعا خطيه. ايوه. الابيض والاسود طبعا القلم. بالقلم بس ابيض واسود. حلو. طبعا زي ما انت شايف هذه كلها بقى قلم. ها كلها بقلم. ايوه قلم اسود ابيض طبعا. هي فانت زي ما انت شايف كلها زخارف تراثيه، زخارف. صح. اسلاميه، مسجد على اشياء باشكال هندسيه، ووظفتها بتكوين حلو. يا حلو. طبعا هذه متى رسمتها؟ هذه رسمتها تقريبا الاسبوع اللي فات، كلها يعني قريبه، هذه موتيفات سريعه. كم اخذت منك هذه الرسمه؟ على حسب، ساعه ساعتين شيء زي كذا. ما شاء الله تبارك الله، لانه سريع يا شباب. هذا يعتبر ايش من الفن؟ ها هذا يعتبر رسم عادي؟ ايش التصميم هذا؟ اها حلو. ايش التصميم؟ تصميم هذا. ايضا من الصور معانا هنا طبعا. هذا ممكن انت تشاهد شيء انا ما اشوفه. انا شايف يعني. طيب خليني انا ممكن اشوف. أوكي. انا شايف ممكن سمك. ايه شكل سناره. ايه فعلا. ايش الاشياء اللي شايفه انت؟ هي فيها تداخلات. هي تداخلات سمكه في سمكه، فيها خدع بصريه. ايوه هذا هو اللي انا اقصده. طبعا سويت القوارب فيها لغز يعني. ايوه لو انت ممكن تلاحظ السمكه هنا تلاقيها جاي هنا، فاهم؟ ايوه ايوه حلو. أيه. طيب ايضا من الفن هنا ما شاء الله. طبعا
هذه المقدمات. طبعا عندك هذه برضو تراثيه. حلو. تراثيه لو هي كلها تهتم بالامراض. هذه ممكن تراث مدينه جده او شيء كذا. ممكن تلاقي شوف فيها مدينه جده اللي هي الرواشيم. الرواشيم راح تلاقي بيوت نجد القديمه. أيوة بيوت عصير. أيوة بيوت عصير. عصير الاشرعه يعني ما شاء الله. يعني هنا تلاحظ السجاد الفرش هذا كله. هنا جمعت كل التراث والفن التراث الموجود السعودي. التراث اللي هو العمراني القديم. ايوه. سعودي من كل المناطق. ايوه بتكوين حلو. حلو. شو اسمه تداخلات لونيه. هذه كانت فكره طريقة. ولا نفس الطريقه كذا بدات ترسم ولا؟ في البدايه امسك زي ما قلت لك النقطه. تسوي شراع، تسوي الشيء اللي تبغاه، بعدين تبدا توظف الاشياء. كان عندك فكره انك تصنع كذا تجمع التراثات جميعها في رسم واحد؟ نوعا ما كان في عندي فكره اني اسويها. هذه ما شاركت فيها مسابقه ولا؟ لا هذه موتيفات اسويها بس اتسلى عليها. يا سلام. ايه. هذه كلها حديثة. والله اذا هذه تسلية يعني ممكن تدخل في معرض، وهذه ما شاء الله تدخل بمسابقات وتفوز زي مراكز متقدمه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايضا من هذه كذلك. هذه ايش عباره عن ايش؟ نفس الطريقه. هذه لغز بصراحه انا هنا ما فهمت والله. ها هنا ايش شايف فيها؟ ما انت ايش شايف فيها؟ والله يعني هو في رسم ماني عارف ما ادري هذا مسمك برضه نازل كذا نفس الشيء فاهم بتكوين برضه بتكوين صمام التكوين كذا جميل فاهم. ولا بد لو انت تلاحظ كل الرسومات ادخل الهلال هذا يدل على ثقافتنا الاسلاميه. اها حلو قلت لك لان الفن جزء من رسالتك كمسلم. طبعا الثقافه بالحروف هذه وبدات بالزخارف النباتيه والهندسيه والاشياء. حلو. هذه طيب غير من الصور هذه برضو هذه نفس الطريقه الاولى. نفس الطريقه اللي هي سمك متداخل واشياء بحريه يعني. اي لان اعشق البحر. اوه والله ما شاء الله انت تعشق البحر وتعشق التراث وهذا جبت له جمعت الفنون جميعها ما شاء الله. انا يعني لمست فيك شيء يا ثامر اللي هي قضيه ما شاء الله عندك فكره انه هناك تنزل تراثك الاسلامي موجود. هذه الفكره الموجوده لك اخذتها من الجامعه ولا من الوالد ولا؟ والله تقدر تقول من الوالد. من الوالد. هي. ايش كان يعني ابرز نصيحه كان ينصحك يكرر لك النصيحه في الرسم الوالد؟ وطبعا نصيحته اللي هي يقول لك مارس. مارس. ايوه كتطبيق تمارس العمل. اي مارس بس هذه هي مارس. لكن اقصد في الرسالة وهدف. يعني يقول زي مثلا الوالد كان رسام كاركتيري فجريت المدينه عكاظ. فكان حتى من افضل رسامين كاركتيري حتى ذكر في كتاب على مستوى الشرق الاوسط. وبعد كذا جت له نصيحه من العثيمين. بحرمة ذوي الأرواح ما ذوي الأرواح والأشياء هذه فتركها تركها لوجه الله. حلو. تركها لوجه الله والحمد لله. شوف الآن يعني يمكن كان شهرته أيام الكاركتير الآن شهرته أفضل يوم تركها. فأنا من صغري تركها وأنا صغير فكان دائما لما يجي أرسم ذوي الأرواح دائما يجي يوبخني يقول لي لا ترسم الأرواح ابتعد عنها. اي ابتعد عنها. فهذه نصيحته ابتعد عنها ابتعد عن ذوي الأرواح ابتعد عن الأشياء المشبوهة. ما شاء الله. يعني ما شاء الله فنان برسالة نقول يعني. الحمد لله. يعني هذا يعني ايضا شيء يحفز الواحد انه الرجل يمتلك موهبه حقيقيه وفي الوقت يوصل رساله موجوده من ناحيه ايضا الحفاظ على التراث الوطني التراث السعودي وغيره من التراثات الاسلاميه. انا ايضا نتكلم لك عن طموحاتك المستقبليه في هذا الفن الرائع الوسيع يعني بحر هذا الفن. باذن الله اطمح اني اكون دكتوراه باذن الله في التربيه الفنيه. ما شاء الله. باذن الله اطمح للشيء هذا وباذن الله نوصل للعالميه ان شاء الله راح نمثل المملكه في الايام الجايه باذن الله خارج ان شاء الله باذن الله. بالحقيقه يعني اقول دربك اخضر والله ما شاء الله ما دام هذا الفن هو يشرف صراحه الوطن يشرف المجتمع قبل ذلك يشرف ابويك ووالديك اللي يعني اجتهدوا عليك حتى تكون يعني في مثل هذا المجال يعني مجال الفن الاسلامي. اختم حديثي ايضا برسالتك للفنانين اصدقائك الفنانين توجه لهم رساله منك. والله اقول لهم اشتغلوا ومارسوا لانه كل ما مارست كل ما اكتسبت خبره. كل يوم لوحه كل يوم خبره. يا سلام. مجرد ممارستك اكتسابك الخبرات يزيد يزيد ممارستك وبعد كذا ممكن تصير باذن الله فنان كبير. ما شاء الله. انا والله حقيقه سعيد بك يا ثامر سعيد بالفن الرائع وهذه الموهبه الرائعه سعيد برسالتك اللي تحملها وسط هذا الفن الرائع متمنى لك التوفيق ان شاء الله نلتقي يوم من الايام واقول لك الدكتور ثامر ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا لك يا ثامر. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا في هذا اللقاء كنا معكم في الفن الشكيل الرائع وهذه الموهبه الحقيقيه مع ثامر رباط موهبه اخرى وابتكارات اخرى نصحبكم فيها في حلقات قادمه. الى ذلك الحين استودعكم الله في امان الله.